السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم تقريبا 8. النهاردة بقى هنعمل ديب كنترولة جديدة ونخليها الستوب كنترول. نبدأ بعد ما ضفنا الستوب كنترولز، ما طبعا ما ننساش نعمل يوزنج فارم دوت مودلز والاي او والداتا دوت سيكوال كلاينت والسيستم دوت تكست والسيستم دوت داتا دوت انتيتي. وطبعا زي كل مرة متعودين لازم ناخد اوبجكت من الداتا بيز ونحطه معانا في الأول هنا كده. اول ميثود بنشتغل عليها اللي هي الميثود بتاعه الاندكس. طبعا هنا المره دي المفروض هنجيب كل الداتا اللي جوه التيبل اللي هو الستوك. اهوت متغير سميته ستوكس، بياخد من التيبل اللي هو ستوك وير. الستوك بتاخد بقى الكوانتيتي اكبر من الزيرو، انكلود بقى الايتم بتاعتها من التيبل اللي هو بتاع الايتمز، ويعمل لي بقى اوردر باي بالسيمبل. نشرح بقى الجزئيه دي. انا عامله هنا شرط هوير. اول حاجه عندي اللي هو يطلع لي لو المخزن طبعا في مجموعه كبيره من الادويه. طب هو بقى انا عامله شرط بالكميه بتاعته يطلع لي اللي كميته اكبر من الصفر، عشان لو في نوع من الادويه خلص يبقى ما يطلعهوش جوه البيو، يطلع لي بس الموجود جوه المخزن. ويطلع لي بقى برضو اللي هو الايتمز. هنا طبعا انا ربطت بالتيبلز بتاع الايتمز عشان يطلع لي الاسم بقى الدواء والحاجات بتاعه الديسكريبشن بتاعه والشركه المصنعه والدراجز كان داخل جوه الدراجز والحاجات دي كلها مرتبطه بالتيبل بتاع الايتمز، لان تيبل الستوك مرتبط بتيبل الايتمز. هنا بقى طلعته كله جوه فيو، جوه ليست قصدي، من التيبل اللي هو القيمه الستوك اللي جت هنا اهوت، حطيتها جوه ليست في الريتيرن فيو. بعد كده بقى بدات ان انا اعمل ميثود جديده من نوع جيت، اجيب الديتيلز بالاي دي زي ما متعودين، برضو بعمل تشيك عليها. لو هي الاي دي بتاعها نال يبقى باد ريكوست، لو الاي دي شايل قيمه يبدا يعمل سيلكت ليها من جوه الداتا بيز اهوت، من جوه التيبل بتاعها بالاي دي بتاعها. طيب لو اللي هو الستوك اللي هو اللي انا ده مش راجع بقيمة يبقى نوت فاوند، لو راجع بقيمة يبقى يحطها جوه البيو بتاعت الستوك. نبدأ بقى الميثود اللي بعد كده اللي هي الجيت عشان اعمل كرييت. هو البابليك اكشن ريزلت من نوع كرييت البيو باك دوت الايتمز دوت الايتم اي دي ايكوال نيو سيلكت جوه ليست، برضه سيلكت ليست التيبل اللي هو بتاع الايتمز يطلع لي الايتم الاي دي والنيم، وابدا اعمل ريتيرن دي. ده احنا عاملين هنا الخطوه زي كده ليه؟ انا لو ما بعمل كرييت، انا طبعا لما اتفقنا احنا رابطين التيبل بتاع الستوك بالتيبل بتاع الايتمز، انا كده بطلع كل الايتمز كل النيم بتاعه التيبل بتاعه الايتمز جوه لسته. اللسته دي الدروب داون لست هتشيل قيمتين، الاي دي بتاع الايتمز والنيم بتاع الايتمز. بدات التاني برضو اعرف اللي انا بقى هعمل بقى بايند، اللي انا هعمل بوست لحاجه جديده جوه الستوك، هي بعمل كرييت عليها اهو بايند. طبعا اللي انا اتحكم في المخزن دي بتبقى حاجه متعلقه بالادمن، مش اي حد بيبقى بيدخل يشتغل عليها، وده هنبقى نظبطه بعد كده في اللي هو الرولز اللي احنا هنعملها على البروجكت ده ان شاء الله في المرحله اللي بعد كده. المهم بقى نكمل مع بعض. احنا بنعمل بايند انكلود ايه؟ انكلود الاي تي والايتم اي دي والباتش نمبر، كل بقى اللي جوه التيبل زر ده بنحطه جوه هنا بقى، اللي هو الكوست برايس والسيلينج برايس. الحاجات دي كلها انا مطلعاها من جوه التيبلز اللي احنا مدخلينه جوه الداتا بيز، كل من اللي جواها دخلناه هنا اهوت. الستوك التيبل بتاع الستوك باللي هو القيم بتاعته هو بندخل جواه بايند. بنعمل بقى تشيك برضه، لو اللي هو القيمة دي is valid موجودة يبدأ، لو is valid يبقى هي تستوك دوت اد يضيف القيمة اد تو داتا بيز، ويبدأ يحفظ يعمل عليها سيف، ونرجع تاني يعمل كل الميثود اللي هي الاندكسنج تاني، ويبدأ برضه يعمل يجيب لي الليستة بتاعة الايتمز من التيبل بتاع الايتمز بالاي دي بتاعتها الستوك اي دي. هو بدأ يحطها جوه كلها تاني جوه دروب داون ليست تاني، وبدأت أعمل ريتيرن دي. أنا إن شاء الله أنا عاملة لكم كومنت أصلا على كل جزء شغلاه، علشان بعد كده وأنتوا بتشتغلوا يبقى الموضوع واضح معاكم، وإحنا عملنا الخطوة دي اللي كتبنا كود ده ليه.
بدأت بعد كده الميثود اللي بعد كده اللي هي جيت للايديت. طبعا بنعمل ايديت بالاي دي، لو الاي دي دوت بنعمل عليه تشيك، لو هو نال يبقى باد ريكوست، لو هو مش نال يبقى يبدأ يعمل سيلكت يجيب الفايند للقيمه بتاعته بالاي دي بتاعه من جوه التيبل بتاع الستوك. لو الستوك بقى ده شايل قيمه يبقى هيبقى هيت يبقى هيبقى هيت فيو باج دوت ايتمز، يبقى هيعمل ريتيرن للقيمه جوه الستوك، وقبلها نعمل الليسته تاني بتاعت الايتمز تاني. لو هو بقى ايكوال نال يبقى نوت فاوند. الايديت نبدا ندخل في مرحله الايديت، نعمل عليها بقى البايند القيم بتاعتها جواها. خلاص جبنا السلكت ليها، نبدا بقى نعمل بايند القيم الجديده مكان القيم القديمه. هي بالاي دي طبعا بنشتغل بايند بالاي دي للقيمه، الايتم اي دي، الباتش نمبر، الكوست، السيلينج كود برايس، الحاجات دي كلها الحاجات اللي جوه الداتا بيس جوه التيبل بتاع الستور، واعمل عليها تشيك لو هي فاليد. يبدأ يعمل موديفاي للتيبل، يبدأ هو يشيل القيم القديمة ويحط القيم الجديدة، ويبدأ يحفظ يعمل سيف ويعمل ريتيرن تاني للميثود اللي هي الاندكسنج تاني. وطبعا ما ننساش اللي احنا كل مرة هي بنعمل الايتمز اللي هي من التيبل بتاع الايتمز بنجيبها معانا جوه ليست من هي، ونعمل ريتيرن فيو للستور. المرحلة اللي بعد كده اللي هي الديليت، بعمل برضو ديليت بالاي دي، نعمل تشيك عليها لو الاي دي ايكوال نال يبقى باد ريكوست، لو الاي دي مش نال يبقى يعمل ليها سيلكت يعمل فايند بالاي دي. لو الستوك بقى اللي هو هنا اللي ده شال قيمه يبقى يعمل اللي هي ريتيرن فيو للستوك، لو هو ما شالش قيمه يبقى نوت فاوند. الخطوه اللي بعد كده اللي هي الميثود بتاعت البوست، ان انا خلاص هلغي من جوه الداتا بيس، هعمل ريموف. اهي بدات ان انا اعمل ريموف عليها، اهي ديليت كونفيرم بالاي دي، بدات اعمل ميثود جديده تانيه، وهي لو الستوك دوت فايند بالاي دي بتاعها من جوه الداتا بيز موجود قيمه، يبقى اعمل ريموف للستوك، واعمل سيف اسيف، واعمل ريدايركت للاكشن اللي هو للاندكس اللي هي الميثود بتاعت الاندكس. كده خلاص خلصنا الكود بتاع الانترفيس بتاعنا بتاع الكنترول، الستوك كنترول. ان شاء الله نبدا الحلقه الجايه نعمل الفيو بتاع الستوك كنترول. استنوني ان شاء الله الحلقه اللي جايه تبقى الحلقه رقم 9. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.